عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم دعاء منصور من قناة منصة المعلم المتميز. سوف نتحدث اليوم عن موضوعين مهمين جدا للمعلمين، وهم أولا كيف أجهز أوراق عمل موجودة على الإنترنت أعيد استخدامها مرة أخرى، وكيف أستخدم مواقع تعليمية يوجد عليها ألعاب جاهزة، فقط علي تنزيل هذه الألعاب وعمل الأسئلة المناسبة لحصتي أو لمادتي لتصبح الحصة أكثر فعالية مع الطلاب. علينا أن نكون معلمين نلمس قلوب وعقول الطلبة ونلفت نظرهم للحصة ونجعلهم محبين للعلم باستخدام التكنولوجيا. ليس فقط علينا أن نكون معلمين ملقنين، علينا أن نستخدم أساليب بسيطة جاهزة موجودة على الإنترنت، فقط أعيد استخدامها بما يناسب حصتي، بما يناسب مصلحة الطالب، حتى تكون الحصة إثرائية مميزة يحبها الطلبة دائما. الآن سوف نتعلم كيف نحصل على أوراق العمل الجاهزة. فقط نذهب إلى محرك البحث جوجل كروم، ومن ثم علينا أن نرى أو نكتب على جوجل كروم مثلا أوراق عمل جاهزة للغة العربية. بمجرد أني أعمل سيرج فقط بختار من ليست ويب، أختار إيمج عشان أشوف الصور الجاهزة الموجودة على الإنترنت. يوجد لدينا العديد 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 آلاف الأوراق العمل الجاهزة، لماذا علي أن أعيد وأن أعمل من أول وجديد أوراق عمل وهي موجودة على الإنترنت، وخصوصا لمادة مثلا اللغة العربية أو حروف أو الألفابتس للغة الإنجليزية وهي موجودة أصلا على الإنترنت؟ فقط علي أن أبحث عنها وطبعا أعمل هذه الصورة سيف أو أحضرها على برنامج الوورد، أعمل قصد لهذه الورقة بما يناسب حصتي، ومن ثم أعيد استخدامها بطريقة تفيد الطلبة وبدون تعب ومجهود من المعلم. هناك الكثير 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 من أوراق العمل الجاهزة، فقط علينا أن نقوم بعمل طباعة لهذه الأوراق أو نقلها على برنامج الوورد والتغيير فيها، أو مثلا يعني طباعتها وإعطائها على أو إرسالها للطلاب إذا كان التعليم أونلاين. يعني الأوراق موجودة، فقط علي أن أعيد استخدامها أو أستخدم ما هو مناسب مع حصتي. طيب أنا الآن عجبتني هذه الورقة ممتازة أريدها، كيف أقوم بحفظها قبل طباعتها؟ أريد أن أحفظها وأغير عليها أو أضيف شيئا آخرا عليها أو أن أكتب عنوان الدرس أو أن أكتب أي شيء. أول شيء بروح على بضغط على يمين على الماوس على يمين، بعمل Save Image As، بسيف الصورة عندي على الجهاز في الملف تبعي اللي أنا بستخدمه لأستخدم هاي الصور. مثلا بكتب عليها حرف العين أو حرف مش عارف السين حسب هي حرف العين. أوكي، الآن أنا حفظت هاي الصورة عندي، بروح على برنامج الوورد، أفتح برنامج الوورد الموجود عندي، مش يا الأونلاين اللي حكينا عنه في فيديو سابق، أو بفتح برنامج يعني الوورد الموجود عندي على الجهاز. بروح على فايل، بختار صفحة جديدة فارغة، رح نحكي عن هذه الصفحة الموجودة عندنا اللي هي تبعت الاسم. الآن أعمل insert، insert يعني إدراج للصورة، insert يعني إدراج للصورة، بعمل picture. اوكي، الآن أحضر الصورة من الملف التي يعني أنا حفظت عليه الصورة. ماشي، وينها مثلا؟ هي حرف العين، بعمل insert. هلأ صارت عندي ورقة العمل موجودة جاهزة، بس علي أعمل resize أغير حجمها، وإيش كمان؟ أكتب فوق بالترويسة مثلا اسم المعلم أو مثلا اسم الحرف، أي عنوان أنا بدي إياه. طيب كيف بدي أسوي هذا الإشي؟ كتير سهل، بس خليني أحمل أنا الصورة وأغير مكانها عشان أستطيع أني أنا يعني هنا بالهيدر أنا بقدر أكتب مثلا أنه مثلا مدرستي، أكتب هنا مدرستي أي ترويسة أنا بدي إياها. أوكي، بكبر الخط، بلون، لا ما في داعي ألون الخط لأنه هاي هي بتكون بالهيدر، بتكون في أعلى الصفحة. ماشي، بروح على الهوم، بنغير حجم الخط وبنخليه بالوسط، بنكبر الحجم،
بكتب، ممكن اكتب مدرستي، اكتب تاريخ وعنوان هون، اكتب اسم المعلم هون، اكتب اسم المدرسه، احط شعار المدرسه، اي شيء انا بدي اياه. طبعا كل هذه الاشياء موجوده عن طريق اي شيء انا بدي اضيفه على الصفحه لازم اني استخدم انسيرت او ادراج. اوكي، الان صارت ورقه العمل جاهزه، بس لسه انا بدي احط مثلا اسم الحرف هون، او مثلا اغير مكانها، او طيب نغير مكانها هون، مش نخليها انلاين، خليها تكست رابنج، خليها تايت، يعني انه انا اقدر اكتب جنبها او فوقها او تحتها او يمينها او يسارها. اوكي، الان بقدر انزل الصوره واكتب هون، اكتب السؤال تبعي، اكتب حرف ال عين في المكان المناسب. طبعا هذا السؤال بيكون للأهل، يعني أكيد صف أول أو بالكي جي ما بيعرفوا يقرأوا السؤال، بس عشان أنا أساعد الأهل إنه شو يعملوا هون. ماشي، بحط نص السؤال اللي أنا بدي إياه، بكبر حجم السؤال، معلش خلينا نعمل أندو، بكبر حجم السؤال بالحجم اللي أنا بدي إياه، وممكن ارسله بالايميل اذا انا بدرس اونلاين، وممكن اني انا اطبعه للطلاب اذا كانوا معي في الصف عشان انا اخلي حصتي اثرائيه اكثر. اختار اشكال اصلا موجوده جاهزه على ورقه العمل، يعني هاي ورقه العمل لم تاخذ مني اكثر من دقيقة واحدة فقط لإنشاء ورقة عمل رائعة. طيب كيف أنا بدي أعملها بوردر أو بدي أضبط الصفحة؟ عادي، بعمل إنسيرت وبعمل ممكن اضيف رقم للصفحه، ممكن اضيف الهيدر زي ما حكينا قبل شوي، بحط فيه اللوجو تبع المدرسه، اسم المدرسه. باسفل الصفحه بقدر اضيف اي معلومات انا بدي اياها في اسفل الصفحه، مثلا اسم الكتاب، اسم الدرس، اي معلومات انا بدي اياها اعملها. طيب خلينا نروح على نضيف ديزاين او نضيف بوردر للصفحه. بروح على ديزاين وبعمل بيج بوردر، بختار بيج بوردر مناسب، مثلا بدي اياه يكون زي هيك، وبختار حجم خطه يكون مثلا عريض، وبهيك انا بكون جهزت ورقة عمل باقل من دقيقة. هاي لو كانت ورقة العمل للغة العربية. طيب غيرها، لو بدي بالانجلش مثلا، هل في بالانجلش؟ طبعا في بالانجلش. هل في للساينس؟ طبعا في للساينس. هل في للماث؟ طبعا في للماث. آلاف أوراق العمل موجودة وجاهزة على الإنترنت، فقط علي أن أعيد استخدامها مرة أخرى لأفيد الطالب ولأسهل على المعلم. أوراق عمل جاهزة موجودة على الإنترنت، فقط علي أن أعيد استخدامها. لو أردت أن أقوم بعمل مثلا أوراق عمل لا اللغة الإنجليزية مثلا، وشوفوا هاي مثلا ورقة العمل تبعت اللغة العربية، هي الميكي ماوس والميني ماوس يعني الشخصيات اللي بيحبوها الأطفال، هي راح يعني راح يستمتعوا بالحصة أكثر، راح يستمتعوا بالحل أكثر، راح يرغبوا بالحل أكثر. وبنفس الوقت أنا بكون حصلت على ورقة العمل، استخدمتها من الإنترنت، ما هي موجودة على الإنترنت مجانية للجميع، الجميع بيقدر يستخدمها. وكل شيء بس بجيبها وبحطها على برنامج الوورد، بعمل ترويسة خاصة في مدرستي، وبهيك أنا بكون حصلت على ورقة عمل جاهزة بأسهل الطرق. طيب لو حطينا إحنا هلأ بدنا نكتب worksheets أو English worksheets مثلا English، وبحدد الصف، يعني ما في عندي مشكلة، بحدد الصف worksheets okay. for kids مثلا، هي موجودة، بقدر أحط لكي جي 1 لكي جي 2، أي صف أنا بدي إياه بقدر أختار، ملونة بقدر أختار، مش ملونة بقدر أختار، شيبس بقدر أختار، الحروف اللي أولاد يعملوا عليها بازل. أو هناك المئات من الأوراق العمل المتوفرة على الإنترنت، كيف أسهل على المعلم؟ فقط أحضر هاي الورقة وعدل عليها بما يناسب مدرستي وصفي أو فصلي، أعيد استخدامها، لا أتعب في تحضير أوراق العمل وهي موجودة ومتوفرة. وممكن تكون هي إضافية، يعني هي مش من منهجنا، بس إحنا بنضيفها عشان إيش؟ نخلي الطالب إنه يحب يحل الهومورك أو يحب يستفيد من الحصة، وهي موجودة وأصلاً مجانية. على بقدر أعمل على الشيبس، أخلي أولادي لونه مثلاً بالحصة، بقدر إني أخليهم يكتب، يعني حصص قواعد، كل إشي موجود، أي مادة موجودة. إذا أوراق العمل هي موجودة، فقط علي أن أعيد استخدامها.
هناك آلاف أوراق العمل الجاهزة، لماذا علي أن أعد ورقة عمل جديدة وألا يعني الإنترنت يوفر لي ذلك؟ طيب لو أنا مش مناسب إلي عادي، بجيب أوراق عمل أو بجيب ورقة عمل وبعملها قص وبعيد استخدامها حسب حصتي ودرسي، إذا أنا بدي أو أنا حابب إني أعمل ورقة عمل أنا بدي أعملها عادي بصير. بس احنا بنحكي اليوم او في الفيديو تبع اليوم بس بنحكي كيف نسهل على التيتشرز او المعلمين انهم يعملوا اوراق عمل اصلا موجوده على الانترنت يعيدوا استخدامها بما يناسب حاجتهم. اذا هي خلصنا الجزء الاول من الفيديو اللي هي اوراق العمل. ندخل على الجزء او استخدم مواقع موجوده على الانترنت علشان اخلي الاولاد يستمتعوا بالحصه وتصير الحصه مميزه لهم. ومن المواقع الكتير كتير حلوة ومهمة موقع اسمه اللهم صل على محمد، هذا تكنولوجيك، اسمه تكنولوجيك. هذا الموقع شو فائدته أو شو بيعمل لي؟ هذا الموقع يحتوي على ألعاب باوربوينت جاهزة مصممة مجانية أستطيع تحميلها على جهازي والتغيير فيها. هي الألعاب موجودة وجاهزة، بس أنا طبعا هي فاضية، لعبة فاضية، بس أنا بحط فيها السؤال بما يناسب حصتي وبما يناسب الموضوع تبعي اللي أنا بدي أعمله مع الطلاب. حتى لو أونلاين بقدر أنا أستخدمها طالما أني أنا حملتها عندي على الجهاز. طيب هذا الجهاز، هذا الحلو في هذا الموقع انه بيخليني انا اترجم بالعربي، يعني اذا انا مش فاهم شو المكتوب بس بروح على كوليكشنز وبعمل عربي عربك. اوكي هلا شو راح يصير؟ راح يقلب كل الصفحه باللغه العربيه عشان انا اقدر افهم شو المكتوب لو انا كنت مش فاهم الاشياء المكتوبه عن الالعاب. ماشي. طيب في كتير عندي، في عندي البالون جيمز وفي عندي السبين وفي عندي يعني العاب كتير موجوده ومتوفره، بس انا بضغط عليها. لو انا بدي هاي اللعبه مثلا اللي هي سبينينج ويل، راح اضغط عليها. اوكي عشان تحول الموقع بالعربي يعني راح يساعد كتير ناس انه يحملوها بكل سهوله. قم بالتنزيل. كيف بضغط؟ شايفين هون كاتبين قم بتنزيل قالب سبينينج ويل 2018، بضغط عليها. هلا هون هي حمل لي اياها. اوكي لو انا مش شايفها مو عارف وينها، وين بلاقيها؟ بلاقيها على التنزيلات او على الداونلودز، على ملف الداونلود بلاقي كل شيء انا منزله على الجهاز. اوكي اذا انا بس بضغط على اسم اللعبه بيفتح لي اياها ويفتح لي شرح عنها، تحت صورتها مباشره بيكون قم بتنزيل القالب تبعها، واذا بدي بالانجلش داونلود. اوكي هلا انا بمجرد اني ضغطت عليها حمل لي اللعبه وصارت موجوده عندي على الجهاز. طبعا انا محملة ألعاب كتير ومحاولة إني أستخدمها عشان أحكي لكم أو أشرح لكم عنها أكتر. مثلا هاي اللعبة اللي هي السبين أو اللي هي لعبة العجلة، كيف بستخدمها أو ليش بستخدمها؟ بقدر أستخدمها مثلا عشان أراجع مفردات، أختار للطلاب إنه الطالب بمجرد إنه يعمل أو يحرك هاي الويل أو هاي العجلة، بمجرد إنه يعملها سبين مثلا يعمل توقف بيطلع له المفرد أو مثلا بيطلع اسم الطالب اللي راح أسأله. ماشي. اذا هاي اللعبه بقدر استخدمها مثلا انا احط عليها اسماء الطلاب، احط عليها كلمات بالانجلش وممكن اخلي الطلاب يقراوها، احط عليها مثلا انه انا بدي اختار واحد وعشان ما يزعلوا طلابي، وخصوصا لما يكون في الفصول الصغيره يعني حتى الكبار، بمجرد اني انا اكتب اسماء الطلاب واعمل سبين واعمل توقف، خلص اللي الشخص اللي اختارته اللعبه، ممكن اخليهم هم يضغطوا عليها، الشخص اللي اختارته اللعبه هو اللي راح ينسال او هو اللي راح يلعب معنا بدون ما يزعلوا كل الاطفال، وتصير ايش الحصه ممله ومزعجه وما استفيد انا من اللعبه اللي انا محضرها للطلاب او المراجعه تبعت الدرس اللي انا محضرها للطلاب. اذا وكمان هاي ما بتحتاج انترنت، خلص انا حملتها على جهازي بس بحطها على ملف الوورد بمجرد اني انا افتح، خلص افتح اللعبه اللي نزلتها. مثلا بدي اورجيكم اللعبه اللي انا نزلتها، بنرجع على صفحه الانترنت. هاي اللعبه اللي انا نزلتها كيف بدي استخدمها؟ نشوف كيف نستخدمها. بحكي له انيبل ايديتنج او قابل لي يعني قابليه التحرير اني اقدر اغير عليها، بعمل انيبل. اوكي طبعا بعمل فايل وسيف او حفظ عشان احطها على مكان معين عندي على سطح المكتب عشان اطلعها بسرعه في الصف. هلا صارت عندي اللعبه جاهزه، ومجرد اني انا اعمل رن او سلايد شو واعمل سبين راح تتحرك عندي العجله واسال انا الطلاب بكل اريحيه.
اوكي. طيب هون حكي لي انه انت مثلا اكتبي اسماء الطلاب او اكتبي النص هون او اكتبي السؤال هون، وبس انا عشان اخلي الحصه ممتعه ما تكون ممله. خلص احنا هلا ب 2020 المفروض تكون حصتنا مستخدم فيها التكنولوجيا. انا ممكن اكون كثير معلم شاطر وكثير معلم فهمان بمادتي بس ما بستخدم اساليب جديده، فبتكون بالتالي الحصه ممله للطالب. لازم احنا نستخدم أساليب جديدة عشان الطلاب يعني يستمتعوا بالحصة. وبهيك احنا بنكون حكينا يعني عن كيف ننزل أوراق عمل، أو كيف مثلا أستخدم أوراق عمل جاهزة على الإنترنت بس أنا بقوم بإعادة استخدامها مرة أخرى. بدي أفرجيكم كمان الألعاب اللي أنا نزلتها من هذا الموقع المجاني. مثلا هاي اللعبة، نشوف هاي اللعبة برضو نفس الاشي، عملت لها enable editing عشان اقدر اغير عليها بمجرد اني اجي هان. بس عشان افهم اللعبة انا ممكن افهمها من السايت لانه هي مشروحة، او انه انا انزلها عندي وبعدين اعمل run عشان افهم كيف ممكن استخدمها. هيك هلأ في عندي الموضوع الاول، الموضوع الثاني، الموضوع الثالث. انا بقدر احط هون الحروف، هون الصور، هون الكلمات، اخلي الطلاب او انا حسب حصتي اليوم استخدمها. مثلا لو انا ضغطت على رقم واحد، راح اضغط على رقم واحد هون بكتب لي مثلا ممكن اسال عن حرف الاي مثلا، واحط صوره لشيء بحرف الاي واشوف الطلاب هل بيجاوبوا او لا. وممكن استخدمها في صفوف اكبر، استخدمها للغه العربيه، احط سؤال عن قواعد واخلي الطلاب انهم يحذروا شو هذا فاعل ولا فعل ولا مفعول به. حسب مادتي انا بقدر اني اتحكم باللعبه. اذا اللعبه عشان افهمها لازم اعملها اول شيء سلايد شو، اشوف شو كيف بامكاني انا احط السؤال. بس هي جاهزه، بس علي انا هون اجي واكتب انا السؤال. كيف بكتب السؤال؟ بطلع من التطبيق، باجي هون وبكتب هون السؤال تبعي. ما اعراب مثلا اكل محمد التفاحه؟ او مثلا باللغه الانجليزيه بدي اسال عن القواعد، او بدي اسال عن كلمه مفقوده، او اي شيء، اي موضوع انا بقدر استخدم اللعبه. بس مجرد اني اجي اعملها رن وافهم كيف، بس هون باجي وبغير. طبعا هو كل رقم مربوط مع سلايد وعاملين لها اخفاء عشان خلص انا ما بدي اعرضها، بس بدي اعرض الشاشه الاولى. عادي لو كان لها اخفاء انا بقدر اغير عليها، عادي بقدر اغير امحي واكتب السؤال الجديد حسب انا التوبك تبعي تبع حصتي اليوم. اذا هاي اللعبه كثير حلوه وكثير ممتعه، وبتمنى انكم تستفيدوا وانكم يعني تنزلوا الالعاب. هي 10 العاب، في 10 العاب. هاي الالعاب كثير حلوه ومفيده، بس انا بمجرد ان اضغط عليها بيفتح لي اللعبه، بيعطيني شرح عنها، بس انا تحت صورتها مباشره بكون كاتب لي داونلود، بضغط عليها تحمل عندي وبفتحها وبعمل لها تغيير على اسئلتها. وبهيك بقدر انا اعمل حصه ممتعه ما غلبتني، لعبه جاهزه بس انا عدلت عليها وكتبت الاسئله. بمجرد اني انا عندي حصه مراجعه اليوم او حصه اساسيه بدي اسال عن القواعد في الصف بطريقه مميزه، بطريقه حلوه، بطريقة جذابة للطلاب، خاصة إنه الطلاب متعودين على أساليب التكنولوجيا الجديدة مع الألعاب والأجهزة، رح يستمتعوا كتير ويعني يلفت نظرهم الحصة. بتمنى إنه تكونوا عن جد استفدتوا من الفيديو تبع اليوم. إن شاء الله ببعدكم إنه يكون في عنا فيديوهات كمان أكتر وأكتر تعليمية للمعلمين عشان نستخدم أساليب التكنولوجيا بطريقة سهلة ونفيد الطلاب. بتمنى تشاركوا هذا الفيديو مع أصدقائكم أو تدعوا أصدقائكم للاشتراك بقناتي عشان تدعموني أنزل فيديوهات أكتر. موقع تاني حابة كتير إني أحكي عنه اسمه IXL، برضو بتقدر المعلمة تستفيد من الأفكار الموجودة فيه. طبعا هو بخص المال واللانجوج والساينس والسوشيال ستاديز وكتير كتير مواضيع جواته. لو فرضنا مثلا بدنا نشوف قسم الماث، نشوف مثلا ايدنتيفاي النمبرز مثلا 1 2، ممكن هي التيتشر اذا كان في عندها نت متوفر انها تستخدم هالسايت وتخلي الاولاد يحلوا منه ويختاروا الارقام، او يختاروا مثلا يعني تعطيهم الصوره وتسالهم السؤال مثلا كم في هنا باص، كم في هنا طائر، كم في هنا حسب ايش، حسب مادتها اذا بالعربي او بالانجليش، بس هو هذا بيدعم اللغه الانجليزيه. طيب خلينا نشوف مثلا السوشيال ستاديز هل في عن جد اسئله مناسبه مثلا لمادتي. انا بقدر هون اختار طبعا اي صف انا بدي، مثلا نقدر نتفرج على السكيلز المعروضه، ممكن يشرح لي فيه عن الكوميونتي وعن الترافيك وعن الستريت وعن الكانتري وكثير اشياء حلوه. يعني لازم نطلع اكثر على السايت عشان اللي حابب يستفيد من الافكار الموجوده فيه او انه يستخدمه
إذا في عنده إنترنت في الصف إنه يستخدمه، كتير رح يستفيد إنه يمرن الطلاب على أشياء جاهزة ممكن يستخدمه في حصة مراجعة، مش ضروري بالحصص الأساسية. حتى في الماث كتير، يعني أسئلة الماث كتير في عنده في الماث، حتى باللانجويج كمان بيدعم اللانجوج، حتى البري سكول كمان فيه، يعني بيدعم حتى كمان الكي جي، وفي عندهم سكيلز كتير لهم. بقدر انا استخدم الاونلاين واشرح درس كامل عن اللترز مثلا، عن الحروف، حتى هو بيدعم الصوت، يعني اذا انتبهنا كان في اشاره انه في صوت. يعني ممكن يقرأ لي، يعني كتير حلو هذا الموقع اسمه IXL، وكمان راح أحط العنوان تبعه في صندوق الوصف تحت الفيديو. نيجي كمان موقع برضو كتير حلو أنا حابة أني أفرجيكم إياه اسمه E-Learning. E-Learning كمان كتير حلو، ممكن أشوف أعمل فيزيت للموقع أتفرج عليه. برضو هو بيدعم كل المراحل، بقدر أنا أختار هنا أي مرحلة، مثلا أنا Parents and Teacher، ممكن أنا أبلش من عند ليفل 1 أو أي ليفل أنا بدرسه، وأختار التمارين الموجودة فيه. بقدر أختار التمارين الموجودة فيه وبرضو أستخدمه يا إما بالحصة يا إما إني أخذ منه أفكار عشان أشرح درسي. وبهيك بنكون حكينا عن ثلاث مواقع كتير حلوين وكتير مهمين وكتير مفيدين، وبفيدوا كل المعلمين في الانترناشنال سكول وفي المدارس العادية. أتمنى الاشتراك في قناتي وتعملوا اللايك، وإذا في عندكم كومنتس على هذا الفيديو تعطوني إياه بالتعليقات تحت. شكرا لكم، دعاء منصور، تحياتي.